بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشتركين المشاهدين الحي الطيب. بعد اخوكم جمال بطال يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع الجمال. طبعا في المقطع السابق حقنا نظام البرادو بحقنا التحسين الاداء، وطبعا اضافت لها تقريبا درجتين او ثلاثه في البروده، يعني نقصتها. وايضا عندنا نقص في الغاز، لذلك ان شاء الله في هذا المقطع راح نضيف الغاز، ولكن هالمره راح نضيف الغاز على هيئه السائل. طبعا كثير من الناس يقولون يا جمال انت تكلمت وقلت والله الافضل اضافه الغاز على هيئه او غاز الفريون على هيئه غاز وليس سائل، لكن هالمره راح نضيفه على هيئه سائل، لانه وجدت عدتين في الانترنت، هذه العدد راح تساعدك على تحويل غاز التبريد من السائل الى الغاز اثناء اضافته للنظام، وبالتالي ما راح مثلا تضر في النظام، وراح تسرع ايضا من عمليه اضافه الغاز. هذه العدد طبعا انا شخصيا يعني اشكر الاخ حمد ال سلوم، ارجو ان ذكرت اسم مثلا القبيله بشكل صحيح، وراح احط لكم موقعه في اسفل هذا المقطع، لانه هو صراحه شخصيا من دلني على هذه القطعه بالذات، وهذه القطعة وجدتها أيضا في نفس الموقع من Amazon.com تقريبا، وما أدري ما أتذكر صراحة كم سعر، ولكن اشتريتهم. هذه القطعة أو هذه العدة بدون عدسة، وهذه العدة طبعا فيها عدسة تسمح لك برؤية طبعا دخول الفريون بهيئة الغاز الى النظام، واذا كان مثلا سائل فيمكنك تقليل الكميه او زياده الكميه، وهذا طبعا راح يسمح لك باضافه الغاز بشكل اسرع من شكل طبيعي. طبعا بدون هذه الادوات لا تحاول انك تعبي الغاز بهذه الطريقه، لانه راح يضر نظامك، لذلك هذا راح يسهل علينا العمل وعليكم العمل. طبعا ايضا راح نضيف لها مثل هذه المحابس، طبعا راح تساعدك في التحكم في كميه الغاز اللي راح يدخل. اذا شفت مثلا الغاز كان سائل بشكل اكبر ممكن تقلل من نسبه الدخول، واذا كنت مثلا تشوف انه لا زال بهيئه الغاز عادي تقدر تفتح هذا المحبس بشكل كامل. طبعا هذه العدتين تختلف عن بعض، هذا فيها عدسة وهذه بدون عدسة. هذه العدة طبعا اللي ما فيها عدسة يفضل استخدامها في هذه المنطقة. طبعا الاير فلو، الاير فلو جاي كذا، يعني الغاز راح يركب من هنا. اير فلو، هذا الاير فلو، هذا السهم. طبعا يفضل انا شخصيا افضل استخدامها قبل العدسه، لان راح مثلا تعطيني هذا الاير فلو بهالطريقه، فلذلك يلزم مثلا هذه ما راح تنفع معاها، لازم نعكس لها. طبعا ما عندك مجال انك لازم فقط ممكن تستخدمها في هذا المجال، لانه في هذا المكان، لانه عندك الاير فلو او السهم جاي بهالطريقه، فما راح تستخدمها هنا، او ممكن تستخدمها وين؟ ممكن تستخدمها في الاسطوانه نفسها، ركبها في الاسطوانه، لان الاير فلو زين، وبالتالي راح نشاهد اذا في غاز او لا في هذه المنطقه. اما هذه العدسه فيمكننا وضعها في هذه المنطقه وما عندنا اي اشكاليه، يعني هذه المنطقه، هذه العده هذه العدة ممكن تستخدمها في مكان الاسطوانة، في بيب الاسطوانة، وممكن هذه العدة تقدر تستخدمها في المخرج من بيب المنخفض. زين، وراح نجرب مثلا عدة ان شاء الله. طبعا هم يقولون يعني يفضل انك تستخدمها في هذا المكان، لكن انا المشكلة حتى لو استخدمتها هنا في هذه المنطقة في المخرج البيب الشحن، يعني الهوز الازرق، ما راح ممكن اشوف تحول الغاز، لذلك
راح اوصلها في مكان اشوف فيها الغاز يتحول او لا. راح ان شاء الله احاول اركبها بس فقط اساس اني اشوف الغاز اذا راح يتحول ولا لا. طبعا انا وضعتها في هالمنطقه لان عندي العدسه وابغي فقط اشوف هل راح يكون عليها غاز او سائل. لكن المفروض انك ان تحطها في هذه المنطقه، انا ما اريد احطها هنا لان العدسه هنا فقط راح اتاكد ان الغاز راح او الفريون راح يدخل على هيئه الغاز. طبعا ركبنا الهوز وهذا عندنا المحبس اللي قلت لكم عليه يفضل اضافته. زين راح نفتح الغاز من هنا، طبعا هذا مسكر. بسم الله جميل جدا لانه طلع عليها غاز ما طلع على هي سائل. تلاحظون غاز ما شاء الله، يعني زين شيء طيب، يعني هذا عملي ممتاز جدا. الحين راح نضيف نركب ساعتنا هذه، طبعا راح تطلع هذا راح نركب وصلت التعبئه للسيارات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.